وده معادنا مع فقرة السوشيال لاب اللي بنشوف من خلالها إزاي المشاهير بيستخدموا السوشيال ميديا. أنا منبهر. لو الموضوع ده عدى اتفرج أنا هعمل لك إيه. إحنا خلصنا كلام، وأي كلام في الدنيا محتاج تفكير، وإحنا لازم نمشي عشان نفكر. ونجم السوشيال لاب النهاردة النجم كريم عبد العزيز اللي بينتظر عرض مسلسله الجديد الحشاشين في رمضان 2024، وبيشاركوا في البطولة فتحي عبد الوهاب، نيكولا معوض، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين. المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميني. تخيل مؤمن واحد من قلعة ألموت بخنجر وإيمان، كفيل إنه يهد دولة راسخة بقالها سنين عندها جيش ومال. أنا عايز الرعب يملى القلوب، وعايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقتل بأبشع الطرق. كريم عبد العزيز من أهم نجوم جيله، وبيدور دايماً على تقديم حالة فنية غير تقليدية في كل عمل فني بيقدمه، وعشان كده هو الأكثر نجاحاً جماهيرياً ونقدياً. ورغم كده هو من النجوم اللي وجودهم قليل جداً على السوشيال ميديا، وعنده أكاونت على الإنستجرام وأكاونت تاني على الفيسبوك. بس تعالوا نبدأ من الإنستجرام. بيتابع كريم عبد العزيز 4,200,000 متابع، وهو بيتابع 141 أكاونت، منهم الفنانة إسعاد يونس، أشرف عبد الباقي، والمخرج شريف عرفة، وغيرهم من نجوم الوسط الفني. ونشر حوالي 112 صورة وفيديو، وآخر بوست نشره عن برومو مسلسل الحشاشين. الأكاونت كله عبارة عن مشاهد من أعماله الفنية وبوسترز لأفلامه، فلقينا أنه نشر أكتر من 100 صورة لأعماله. وكمان هو حريص أنه ينعي كل النجوم اللي رحلوا، زي الفنان سمير غانم، دلال عبد العزيز، والمخرج وحيد حامد رحمهم الله. ومن أكتر الصور اللي عليها تفاعل كبير صورة لي وهو صغير من فيلم البعض يذهب المأذون مرتين، وكتب عليها: من أهم الصور في حياتي قصر المنتزه صيف 1977. من الإنستجرام نروح للفيسبوك. بيتابع كريم عبد العزيز 7,000,000 فولور، وهو بيتابع 3 أكاونتس بس، منهم بيتر ميني. وآخر بوست نشره هو بوست المسلسل الجديد الحشاشين. وبكده نكون وصلنا لنهاية السوشيال لاب.